إن شاء الله تعالى حصتنا وحوية التربية الإسلامية وحنا قادم دونا بإذن الله الباري التوحيد للصف الأول الابتدائي صف كوبات أو بلاوغة أيان قادنينا ما أنت إن شاء الله تعالى وحنا قادم دونا الدرس الخامس عشر كشنات أيان قادنينا ما أنت الدرس الخامس عشر كسنات عشر كسنات محوكو ساب سيح الأصل الأول أصل ككوبات أيوكو ساب سيحي أو معرفة العبد ربه أدونك إنو برته أو قرته ربي جيس إنو قرته جل جلاله وعظم سلطانه الدرس الخامس عشر كشنات وحوي الأصل الأول أصل ككوبات أو معرفة العبد أدونك إنو برته ربه ربي جيس إنو برته سيدان هراء أصو مرني عشرة ذيني هراء وحن كصو برني إن إن صدح شيء الله الأصول الثلاثة إن جران أيان صبرني الأصول الثلاثة صدح شيء أو الأصول الثلاثة أيان صبرني أصل ككوباد ينو شيء كرا ما شاء الله معرفة العبد ربه أصل كلباد يا شيء كرا فضل معرفة العبد دينه أصل كصدحات أو قدام بيا يا شيء كرا فضل كبرس معرفة العبد نبيه ما أنت إن شاء الله وحنبرن دونا الأصل الأول أصل ككوبات أو معرفة العبد ربه أدونك إنه برته ربي جيس إنه برته أيان قرن دونا الله سبحانه وتعالى وكنا معرفة العبد ربه هو الله الذي خلقنا ورزقنا ومتعنا بأنواع النعم وهو المالك للكون كله والله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي ينزل المطر وينبت الزرع هو الله الله سبحانه وتعالى الذي الله سو خلقنا نأبوري ورزقنا نإرزاقي ومتعنا نغرحي بأنواع النعم نعموين بدن أو كالدوان نوغو راحي وهو المالك وأليه هنته للكون كله أدون كانوا لن أليه مالك أوها أو بقر أوها يويان والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وأليه أبوري إركا إرركا يقللك أليه أبوري والليل والنهار هبينك إيا مالنتا وأليه أبوري جل جلاله والشمس والقمر بشا يضيحا الله سبحانه وتعالى كلجس أيا أبوري وهو الذي الله سبحانه وتعالى أيا متك ينزل المطر رابك سود جيو وينبت الزرع داق أي أبوركنه صوصار الله سبحانه وتعالى كلجس هو الله الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى أيا متك أبوري ورزقنا نإرزاقي أو وحنسي ومتعنا نغرحي بأنواع النعم نعموين بضن أي الله سبحانه وتعالى نغرحي وهو المالك للكون كله كون كانوا لن الدون كانوا لن ومتك هننا يو المالك لهذا الكون كله والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أيا هو خالق السماوات والأرض سماواتك أو بذا أو تضبذاء إيه والأرض إيه للك تضبذاء الله سبحانه وتعالى يا خلقي والليل والنهار هبينك إيه مالنتنه الله سبحانه وتعالى يا سمي والشمس والقمر بشا إيه قرحضة الشمس قرحضة القمر بشا الله سبحانه وتعالى كلجس يا سمي وهو الذي الله سبحانه وتعالى وامتك ينزل المطر ربك سوكينه رابك كينو وينبت الزرع أبورك إيا بيرتنه وامدك الله سبحانه وتعالى صوصارو سيدي أغعنان ضدك إيا حولها سيدي أداقان الله سبحانه وتعالى إيا صوصارو مركا الله سبحانه وتعالى وامدك نأبوري أو نإرزاقي أو نعموين بدن نسيي الله سبحانه وتعالى ومالك كون كانوا لن أرنكيس أيوكو سعودا الله سبحانه وتعالى وحو أبوري سماواتك وحو أبوري ملكا
wuxuu abuuray habeenka, wuxuu abuuray maalinta, wuxuu abuuray qoraxda, wuxuu abuuray bisha. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay roobka, wuxuu soo saaray nabaadka siday ugu noolaadaan dadka iyo xayawaanada siday ugu noolaadaan. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa abuuray. Wa naxnu nacbudu llaha waxdahu walaa nushriku bihi shay-an, anagu waxaan caabudaynaa Allah subxaanahu wa tacaala keligiis ayaan caabudaynaa. Walaa nushriku bihi shay-an, waxna lama wadaajinayna. Wa walaa nushriku bihi shay-an, wax aan la wadaajinayno ma lahan. Maxaa u daliila? Qaala allahu tacaala ina allaha rabbii wa rabbukum facbuduuh. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina allaha rabbii wa rabbukum, allah subxaanahu wa tacaala ayaa ah rabbigayga iyo rabbigiina allah subxaanahu wa tacaala keligiis. Wa facbuduuhu, dad yahow caabuda, ucbuduuh, marka cibaadada yaa iska leh, allah subxaanahu wa tacaala keligiis ayaa iska leh. Naxnu nacbudu llaha, annaga alla ayaan caabudaynaa, waxdahu keligiis, laa shariika lahu macnaha wax ma u wadaajinayno, walaa nushriku bihi shay-an. Maxaa u daliila? Qaala allahu tacaala ina allaha rabbii wa rabbukum facbuduuh, allah subxaanahu wa tacaala waa rabbigeena, waa rabbigayga iyo rabbigiina, ee facbuduuhu, allah keligiis caabuda, waxba hala wadaajinayno. As'ilatun, su'aalo iyo wa tamaariin iyo tababar. Su'aasha koowaad waxa waaye maa huwa alaslu alawwal, waa maxay asalka koowaad min alusuuli althalaatha, saddexda asal aan soo baranay asalkii kasta koowaad waa maxay? Waa su'aasha koowaad. Su'aasha labaad man alladii, waa midka, yaa waaye midka khalaqa asamaawaati waalarda, cirarka iyo dhulka yaa abuuray. Su'aasha saddexaad limaadaa nacbudu llaha waxda, ilaahay keligiis maxaa u caabudaynaa. لماذا نعبد الله وحده, إلهي كلغيس محان أعابدينا. لماذا نعبد الله وحده, سؤال اسمك وحلو بها هي الجواب الدود. الجواب الأول, الأصل الأول معرفة العبد ربه. اسمي محمد أمين محمود. الجواب الثاني الله الذي خلق السماوات والأرض. اسمي محمود عثمان محمود. الجواب الثالث لأنه خلقنا ورزقنا. أد أي أمه تسيهين سديس يوم محمود عثمان يوم محمد أمين.